استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية عددا من أفراد عائلة فخر، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى. وقد أشاد جلالة الملك المفدى بمناقب فقيد العائلة الوجيه قاسم محمد فخر رحمه الله وإسهاماته في مسيرة النهضة الاقتصادية والتجارية في المملكة ومبادراته في مجال العمل الإنساني والخيري. وأثنى العاهل المفدى على دور العوائل البحرينية في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني وعلى مواقفها الوطنية المشرفة وترسيخ قيم التواصل والتكافل التي تجسد القيم البحرينية الأصيلة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. وقد أعرب أفراد عائلة فخر عن عميق الشكر وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله، ضارعين إلى الباري عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويمتعه بوفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة في هذا الوطن المعطاء. كما استقبل جلالته خلال اللقاء السيد خالد عبد الرحمن المؤيد وكريمته الأستاذة علياء خالد المؤيد أخصائية التغذية والباحثة في مجال الوعي والطب البديل، منوها بجهودها في مجال التغذية والطب البديل ونشر التوعية الصحية على مستوى مملكة البحرين ودول المنطقة، متمنيا لها التوفيق في مجال اختصاصها. مشيدا جلالته أيده الله بعطاء أبناء مملكة البحرين وسعيهم الدائم لخدمة الوطن وتعزيز مكانته وإعلاء شأنه في كل المجالات والمحافل. وقد رفعت أخصائية التغذية علياء خالد المؤيد خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى على دعم جلالته وتشجيعه لها ولأبناء البحرين.